اليوم غنتكلموا على واحد الاضطراب، ربما يعني عند الناس ما كيصنفوش بانه اضطراب ولكن هو اضطراب نفسي، الا وهو الاكتناز القهري او التكديس القهري او هوس الاحتفاظ بالاشياء. يعني كاينين الناس اللي ما كيفرطوش في الحاجه وخرها ما نفعهم ما والو، منها الباس منها صبابط، يمكن الا دخلتي لي كاف ديال عباد الله تلقيت الحكاك الحك يشبه خوه، لي بوسيت واخا ما عنده دراري صغار يمكن راه يعني عنده الحفايد كبار، يعني مونطويات ديال 1916، صنادق ديال 1925. يعني هاد الاضطراب هذا استاذه صوفيا القباج، مناش كيجي وشنو هي الاسباب ديالو؟ ممكن تعرفوا اكثر يمكن اكثر مني وانت يعني اهل الاختصاص. تماما، الوغ هاد الاضطراب بحال اللي قلتي من قبل لجهان، فهو غير معروف كاضطراب، فهو كنخلطوه عادة مع الناس اللي كعندهم واحد الميل ولا واحد يعني واحد كيجمعوا مثلا الطوابع البريدية، ولا كيجمعوا مثلا واحد النوع ديال بعض الأشياء اللي مثلا بعض النوع ديال الجرائد أو بعض النوع ديال الكتب. هذا كيكون واحد يعني هذا كنديروا حنا اختياري، ما كيكونش اضطراب، كتكون هواية يعني، بالعكس هذه راها مزيانة. نعم تماما، هنا كتكون بواحد الحدة معينة اللي ما كتجاوز على الحدة ديالها وكتأثرنا على اليوميات ديالنا، وكذلك على الصحة النفسية وكذلك العضوية ديالنا، وحنا غنشوفوا هادشي من بعد. فهذا النوع ديال الاضطراب الصحة النفسية ما قبل كانت كتصنفوا ما بين الأعراض ديال ما يسمى بالوسواس القهري، ولكن دابا مع الوقت ومع التطور فهو تم الفصل ديالو ورجع واحد الاضطراب يعني مفصول على الوسواس القهري، ولكن كيتشابهوا بزاف. الناس اللي ما كيعرفوش الوسواس القهري غير كخلاصه، فهما بعض الافكار اللي كتجينا في البال ديالنا اللي ما كنقدروش نتحكموا فيها، وكتخلي التكرار كنقوموا بعض الاشياء كالوسواس، كيجينا الوسواس. اما بالنسبه للاكتناز اللي كنا كنهضروا عليه دابا القهري، فهو واحد الاضطراب اللي كيتجلى فيه واحد الصعوبه مستمره في التخلي او التخلص على جميع الاشياء الموجوده بالبيت، بمعنى كيجمع كل شيء يعني، وكيبدا يعني هذا الشيء تدريجيا حتى كيتفاقم. استاذه صوفيا، كيبدا تدريجيا. نعم. وهنا فين كيتجلى الصعوبه ديال هذا الاضطراب؟ ان في الاول ملي كتبدا هذاك الهوس ديال انني كنجمع اي حاجه في الدار ولا في البيت ديالي، فهو ما كنصنفوش كاضطراب، ولكن كنبقى غادي وانا كنصعف راسي وانا كنجمع في الحوايج، حتى واحد الوقيته كيولي يعني داك الشيء غالب عليا وغالب عليا على الحياه الصحيه. نعم. الصحه النفسيه ديالي والعقليه. فهاد الشخص هذا اللي كيعاني من هذا الاضطراب راه خصنا نعرفوا بانه خصنا نفهموه كذلك، ونعرفوا بانه كيشعر بواحد النوع من الضيقه النفسيه واللي كتكون شديده غير بمجرد تفكير اننا غادي نجيو عنده نقولوا له خاصك غير تخمل هذا البيت شويه، اذا سمع غير هذه الجمله فهو كيؤدي غير هذه الجمله يمكن تؤدي لبعض النوبات عصبيه شديده. لطبيعة الحال كتختلف من شخص لآخر على حسب الهشاشة. نعم. والدنيا النفسية لكل شخص، والمشكل هو أنه هو كيتغلب بنفسه. أستاذة صوفيا، تماما، يعني كيغلبوا الاضطراب. نعم تفضل. كيغلبوا الاضطراب غير هو لجهان. نعم. واحد النقطه مهمه. نعم. هو ان هذا الشخص هذا اللي مصاب بالاضطراب فهو ما كيعتبرش راسه انه مصاب بالاضطراب، وهنا كيصعب على هذاك الاخصائي ولا هذاك الطبيب النفسي العلاج. ملي كيكون واحد الاضطراب واحد الشخص هو غير واعي انه في ذاك الاضطراب، فهنا كتكون صعوبه كبيره ديال العلاج، وكتكون كذلك صعوبه كبيره سلوكيه من الناس اللي دايرين به والعائله والاهل ديالو الى غير ذلك. فما بين الاعراض قلتي لجهان طلبتي مني الاعراض ديال هذا الاكتناز القهري، اولا اول الاعراض اللي كتبان في هذاك الشخص هو الصعوبه ديال التخلص من الاشياء والتراكم، واحد الفوضى عارمه في البيت اللي ما يمكنلكمش تصوروها، كتوصل لواحد الحد ان هذاك الشخص كيولي غير قادر انه يزيد معاه شخص ثاني في ذاك الدار ديالو ولا ذاك البيت اللي كيكون كيعيش فيه. يعني واحد الفوضى اللي كت تكون كبيره بزاف، اللي كتجاوز الحد ديالها وكتولي فوضى يعني مرضيه ولا اضطرابيه. ثانيا كاين الشعور بالحاجه المستمره الى حفظ اشياء، وكذلك واحد البناء واحد العلاقه اللي كتولي عاطفيه مع هذيك الحاجه، بحال اللي قلتي من قبل مثلا البوستات ديال 1990، هو ما عنده حتى شي طفل كيقول لك واحد النهار يمكن اللي نحتاجها، ولا هذيك لابوستات كتفكرني في ولدي ملي كان صغير او في بنتي ملي كانت صغيره. يعني كتولي واحد العلاقه عاطفيه ولكن كذلك يعني اضطرابيه، ماشي علاقه عاطفيه اللي بغينا نقولوا اونتر كيمي عاديه. كاين كذلك واحد الشعور بواحد النوع من التردد،
تجاه مثلا التنظيم والتخطيط باش يولي داك البيت ولا داك المنزل مقاد ومصاوب. فهو دابا مصاوب دابا واحد النهار غنقاد هادشي. دابا دائما عندنا واحد التاجيل ديال التنظيم والتخطيط في البيت. كذلك خصنا نعرفوا بان الناس اللي كيعيشوا مع هذا الشخص هذا اللي كيعاني من الاضطراب دائما كيوقعوا في شجارات عديده اللي هذاك الشخص ما كيتقبلش هذاك الراي ديال الاخر. لان بحال كنقولوا حنا في علم النفس هذاك الشخص يدخل في واحد النوع من لو ديني. شنو هو لو ديني؟ هو انه عدم تقبل الواقع ديال الاضطراب ديال النكران تماما. كينكر بصفه نفسيه اضطرابيه هذاك المرض ديالو. كاين كذلك من ناحيه النفسيه كنلقاو هذاك الشخص مع الوقت كيعاني من واحد العزله اجتماعيه. الوغ هنا العزله اجتماعيه ماشي بصفه انه راه عارف راسه مريض وخصو ينعزل. لا، عزله اجتماعيه اولا لانه كيكون غير قادر انه يواجه ذاك الكلام وذاك الكريتيك ديال الناس الاخرين ديال الجماعه. هادشي شنو هذا؟ يعني إذا كانت المرأة مثلا في الدار يعني تعطي الملاحظات وربما يعني كيكسر لها يعني حتى يعني تنظيمها يعني داخل البيت. لأن مثل هاد الناس اللي عندهم الاكتناز القهري عفوا أستاذة صوفيا، يعني في أي مكان يعني شبه فارغ أو منظم كيبدأ الاجتياح ديالو تدريجيا إلى أن يصبح تقريبا شبه مزبلة. و اعتذر على الكلمه. هذا الجهان هذا واقع. نعم. لانك تولي من طبيعه الحال بحال واحد الانسان عايش واحد المزله اللي كتولي داكشي باش هضرت قبيله على اضطرابات عضويه وحنا غنشوفوا علاش. نعم. الوغ هنا هاد الشجارات هادو اللي كينتجوا على العزله الاجتماعيه بحال اللي قلتي من قبل. مثلا الزوجه هنا كيوقعوا طلاق، كاين طلاق كذلك لان واحد الوقيته كتولي هذيك الزوجه كتحاول تفيق داك الجو الزوج ديالها من هذا الاضطراب. ولكن هو بحال اللي كنا قبل كيكون في واحد لو ديني، يعني كتكون لا بالدخل تدخل طبي دوائي او لا علاجي لا غير ذلك. كاين كذلك هذيك العزله الاجتماعيه بقوه ما كيولي هذاك الشخص منعزل في هذاك يعني هذاك العالم ديالو ديال قوه الفوضى والفضاء ديالو اللي كيكون غير منظم. فهنا كيبان لنا كيكون عندنا ظهور اضطرابات نفسيه اخرى خطيره بعض الاحيان اللي كتولي حتى اضطرابات عقليه اللي ما كنقدروش نتحكموا فيها من قبل الا ما كانش تدخل ديال طبيب او مختص. فهذه كانت غير بخلاصه التعريف ديال هذا الاضطراب. ونحاولوا نوعيوا الناس ان الا شافوا شي واحد من الاهل ديالهم ولا من الاقارب ديالهم بدا كيجمع الاشياء ولكن لانه فعلا يعني اشياء ربما تضحك وتبكي في نفس الوقت. لانه بعض هذه المشاكل يعني راه ممكن تكون فيها يعني تكسير للعلاقه الزوجيه استاذه صوفيا قباج. وللاسف بحال هاد الناس كيعتبروا نفسهم يعني مدبرين للاشياء وماشي مبدرين. كيقول لك انا ماشي مبدر، انا كنقتصد، انايا كنجمع، انا هذه غاد نحتاجها في واحد النهار ولا واحد الوقيته يعني. وربما يعني الزوجه تصل الى درجه التفكير في الانفصال. أستاذة صوفيا لأنه كتعيا من الحضيان، كتعيا من أنها تجمع، كتعيا من أنها تبعه. أستاذة صوفيا طيب الأسباب، هل هو يعني تاريخ وراثي مثلا في العائلة ممكن يكون شي حد يعني بهذا الاضطراب وكيورثوا هذا الشخص هذا لالا صوفيا؟ بالنسبة للجهة الأسباب فإلى حد الآن هذا الاكتناز القهري فمازال بحال اللي قلت من قبل الناس ما عارفينوش. وثانيا الأسباب مازال الصحة النفسية كتقوم بعض الاجتهادات فقط، يعني مازال ما لقيناش أسباب واضحة معينة. وانما كتحاول تعطينا واحد النبذه غير يعني شامله. كيمكن بحال اللي قلتي من قبل العوامل الوراثيه، مثلا واحد الطفل كان عايش مع ذاك الاب ديالو ولا الجد ديالو متواجد معاه في البيت اللي عنده نفس الاضطراب، فهو كناخذو في الاول كسلوك وكيولي عندنا يعني كحياه يوميه عاديه عشتها وكيولي عندي اضطراب من بعد. كاين كذلك بعض الصدمات والازمات اللي كتوقع لنا في الطفوله ديالنا، منهم الله يحفظ الجميع موت الاقارب اللي كيكونوا قراب لينا بزاف. فهذاك الفقدان يعني هذاك العلاقه اللي كتولي عندك الشخص مع الكلمه ديال الفقدان ولا ديال الحرمان، فهي كتولد ليه واحد العلاقه اللي كتولي تماما. واحد الاحتياج، واحد العاطفه، واحد العلاقه العاطفيه اللي كتكون هشه وفارغه. فكنقلب باش نعمرها باي طريقه كانت، يمكن لها تولد لنا هذا الاضطراب. كاين كذلك بعض الصدمات اللي كتوقع لنا ماشي بدا يكون فقدان، مثلا صدمات ديال العنف في الطفوله، او لا كاين مثلا بعض واحد الحاله اللي كنتذكرها شفتها ملي كنت باقي طالبه. لي واحد الطفله
كتعنف من طرف الام وكتحيد لها كاع لي جوي ديالها في مره لمده ديال شهر او شهرين او 3 شهور كعقوبه على هذاك الشيء اللي قامت به داك الطفله الصغيره. فمن بعد تولد عندها ما يسمى بالاكتناز القهري، ولات كتجمع اي حاجه، لان تتقول هي تتقول يعني التصور النفسي ديالها بان تحرمت الصغر ديالي، ما بغيتش يتحرم وانا كبيره. ظلم وعنف الطفوله يعني استاذة صوفيا، وانا اوافقك الراي كذلك. وفاه الام في سن مبكر لاله صوفيا. تماما تماما. شوف الوفاه بصفه عامه، نعم. الوفاه الام او لا، دابا حيت الوفاه ما تنقدروش نعرفوا شنو هما الاعراض الجانبيه عند داك الشخص، على حسب بحال اللي كان طفل يعني كنتكلموا في فتره الطفوله. نعم فتره الطفوله، وهذه الفتره هذه بزاف ديال الناس ما تيعطيوهاش اهميه، ما كنحاولوا نشرحوا لهم بان جميع الاسباب تقريبا ولا الاسباب اللي كتكون ديال الاضطرابات النفسيه ولا ديال السلوكات النفسيه اللي كتكون متغيره، راه عندها علاقه بالطفوله. حيت خصنا نعرفوا بان الطفوله راه ماشي كننساوها وانما كنخزنوها، واحد النهار كتولد لنا واحد النوع من الاضطراب ولا كتعطينا واحد الحاجه زوينه اللي كنستعملوها في الحياه اليوميه. ربما حتى يعني في بعض الاحيان زوجه الاب والحيف يعني ديالها دكتوره يعني يصل بالشخص الى هذا الاضطراب. مشكوره جدا لاله غزلان، وتقول انني انا يعني اعيش مع شخص يعني بهذا الاضطراب، وشكرا على اطاله الموضوع لانه اول مره كنسمعوا في الاذاعه. وتقول انها تفكر في الانفصال يعني بعد يعني 20 سنه ديال الزواج، وعطات مثال صغير على انه الزوج ديالها نهار قالت لي كيلقى غير مسمار صغير يعني في ديك الروينه اللي داير كيفرح وكيقولها لكل شيء، يعني بمعنى انه راه محقق واحد الانجاز عظيم بديك الروينه، وانه اي حاجه كيحتاجها كيلقاها في هذيك الروينه تقريبا، يعني كما كنقولوا كيبرد على قلبه بهذا المصطلح. طيب التعامل يعني مع هاد الاشخاص كيف يمكن ان يكون استاذ صوفيا قداش؟ هنا النصيحه اللي غنقول لي، النصيحه المتواضعه اللي غنقول لي نعطيها لغزلان، هو ان اولا قبل ما نفكروا في الانفصال، بحال كنقولوا انفصال فهو اخر حل يعني اخر المطاف لحاجه اللي يمكن نفكروا فيها. فهاد الاكتناز القهري بحال اللي قلت، نحاول هذاك الشخص نوعيه بانه راه يقدر مش يكون اضطراب، يعني ما نقولوش راك مريض ولا هادشي اللي فيك، راه حتى الطريقه باش كنوصل داك لو ميساج داك الشخص، فهو يا كيمشي معايا في الخط يا كيزيد عندي وكنعزز هذاك التصرف ديالو الاضطرابي. فنحاول انني غير نديه بعدا للطريق ديال العلاج، والعلاج متواجد، كاين جوج انواع العلاج، علاج دوائي اللي كيقوم به الطبيب النفسي، وكاين علاج سلوكي معرفي، يعني في هذه الحاله كيكون غير العلاج السلوكي المعرفي اللي كيكون اخصائي نفسي كلينيكي مختص في العلاج السلوكي المعرفي. طيب. يعني ماشي اي اخصائي تيقوم بها، هو ما يسمى بالعطيسيسي، هي ثيرابي كومبورتمونتال كونيتيف اللي كتخدمنا بزاف وكتعطي نتيجه هائله مع الاشخاص اللي عندهم هذا الاضطراب. فتقبض طريقه العلاج، وداك الساعه الى كانت نتيجه فغادي تكون العلاقه الزوجيه غادي تكون احسن. طيب لاله غزلان تقول هنا اننا لقيت حل بانني ننصحه انه ياخذ صور لهذا الروايه اللي داير في الدار يوريها المعالج النفسي. فالجواب اللي كان عنده هو قال لها ديني انتي، يعني هذه الجمله هذه بالضبط ديال ديني انتي، واش ما قادرش، واش كاين شي مشكل فعلا على انه يتجرأ ويواجه نفسه ويقول فعلا انه اضطراب استاذه صوفيا قباج؟ شوف لا لجهان، بما انها قال لي هذه الجمله ديال ديني انتي، وتدي هي ما نعقدوش الامور اكثر. بما ان الى هذه السيده هذه اي كان توجور ا سا غولاسيون، مازال باغيه هذه لا غولاسيون تبقى وتحاول توقف مع الزوج ديالها، فما فيها عيب الا مشدات ووقفت معاه ودارت خدات معاه طريق العلاج، ما فيها حتى شي عيب. يمكن انه غير قادر، حيت ما ننساوش بان هذا الاضطراب واخا كنكونوا في نكره الاضطراب اللي ما يسمى بلو ديني بحال اللي قلت، فكيكونوا هاد الناس ما غيقدروش يواجهوا واحد الاضطراب اللي كيكون فيهم ولا واحد الحاله اللي كتكون فيهم داخليه اللي هما ناكرينها من الاصل، فكتكون كيكون واحد الوجع نفسي، بحال مثلا الاحساس اللي غادي نشرحه لغزلان، هو مثلا كيتلاقى بك واحد الشخص وكيقول لك انت فيك هادي وفيك هادي وفيك هادي، ودوك الحوايج كيكونوا كلهم سالبين، فما كنقدروش نواجهوهم وكنحسوا بواحد الالام نفسي داخلي. فبما انه طلب المساعده ديالها فما عليها الا تمشي معاه وتاخذ معاه طريق العلاج. نعم، اذا الاعتراف بالاضطراب
محاولة التفهم، العلاج والمرافقة أستاذة صوفيا القباج، وكذلك تفهم الآخر يعني من ضروريات يعني الاستمرارية كذلك في العلاقات الزوجية.